هي الكرة دي لما ضاعت بصراحة قلت بس واضح ان الكرة حبانا، وان شاء الله هنخلص في الدقيقة 4 ونبقى خلاص يعني الروح راجعة وتشافي وجينا وعملنا وسوينا. بس لما فضلنا نرفع عرضات وما سجلناش، طب الكرة دي ضاعت ليه؟ ما كانوا سجلوا وخلصنا من بدري بدري. لازم اروح اتحرك قدام بايرن ميونخ في المانيا، لازم يعني اروح ابقى بلعب على التعادل او بلعب على الفوز عشان خاطر اصعد. ما هو كده كده بنفيكا مفترض انه هيخلص على دينامو كييف بسهولة، فبنفيكا هيوصل 8 نقط وانا عندي 7، فمفترض ان انا اروح اعمل نتيجه ايجابيه من بايرن ميونخ. كنت عملتها مع بنفيكا. بس لما قعدت افكر كده والله انا زعلان ليه؟ هو ده اخر اللعيبه اللي عندي اللي عملوه النهارده انجاز، عملوا ماتش كويس جدا على فرقه زي بنفيكا فيها عناصر اصحاب خبره، يعني اوتاميندي بقى صاحب خبره وبقى نجم من نجوم اللقاء النهارده، وطبعا يان فيرتوخل، ومفترض ان هم عندهم فرناندو، ومفترض ان هم فرقه عندهم لعيبه خبرات. فلما انا عامل عليه ماتش كويس الشوط الاول بيوسف دمير وجافي ونيكو، انا عامل انجاز يا باشا. انا مش جاي اكسب بالعيال الصغيره دي، لا لا، انا مش قاعد اشتغل اقول لك ان احنا مفترض نستنى ان تشافي ان هو يعمل انجاز بقى ويلا يا اوروبا راجع برشلونه. لا يا باشا، الموضوع محتاج وقت، لان لا مؤاخذه يعني مش كل ما نلعب 3 4 2 1 هيقلب توماس توخل وهيقلب تشيلسي، احنا محتاجين وقت طويل يا باشا. احنا بالصلاه على النبي الفرقه دي لا معاها ميسي ولا معاها سامويل ايتو ولا حتى في بيول ورا يا باشا، احنا في حاجات كتيره جدا غريبه عندنا في النادي. يعني مثلا ممفيس دبي بيثبت لنا للمره ال 500 ان في الماتشات الكبيره لعيب ولا ليه اي لازمه، لعيب ولا بيفرق معاك في اي حاجه. حتى دامبوز لما نزل كان اخطر منك بكتير، حتى يوسف دمير قبل ما يطلع كان اخطر منك بكتير، وانت فالح بس في الماتشات الضعيفه تبقى تنين، والماتشات القويه الاقيك تايه وسطيهم اللي هو ايه يابا ده. حتى فرانك ديونج بدا في الماتشات الكبيره يبان، انت بقى تيجي تستخبى حتى في الماتشات. يعني احنا ما كنا سيئين، بالعكس احنا عملنا ماتش كويس جدا. يعيب بس على تشافي التغييرات المتاخره، ويعيب علينا ان احنا كالعاده ما عندناش دكه وعندنا مشاكل في الدكه، فتلاقي ديست نازل في اللحظات الاخيره، تلاقي اروخو اتصاب، تلاقي ان انت عندك مشكله لما يوسف ديمير طلع ما عندكش غير دامبوز هو الخيار الوحيد بالنسبه لك. فيعيب علينا ان احنا عندنا لعيبه صغيرين وعندنا دكه ضايعه، ومفروض من تشافي ان يوجي يجيب الديب من ديلا يا باشا. مش عارف ازاي يعني تشافي هيجي يكسب بنفيكا، هوب يشوف يروح يشقلط بايرن ميونخ، هوب يلا ناخد دوري ابطال اوروبا، هوب يلا نرجع ناخد دوري. طب يا جماعه عندكم حد كبير هنا؟ لا، كلها عدت على مسائل. طب عندكم نجم كبير مفترض ان هو موجود في الخط الهجومي؟ لا يا باشا، عندنا ممفيس ديباي. عندكم حد طيب في الخط الدفاعي قوي؟ والله عندنا اروخو بس بيلعب له ماتش وبيتعور له ماتشين. طب عندكم يا جماعه حد يشيل اي حد من اللعيبه الصغيره دول؟ والله ما فيش. انتوا عايزين من تشافي؟ مش عايز، احنا عايزينه يقدم اداء كويس. قدمتوا اداء كويس؟ اه قدمنا اداء كويس. انا مرضي، مش عايز منك حاجه تاني. لو طلبت منك حاجه تاني ابقى انا راجل مفتري. كل اللي انا عايزه منك انك تقدم اداء كويس مع لعيبه من لمسية تطلع زي الزلزولي وزي اخوماش وزي لعيبه زي بالدي ياخدوا فرصتهم، بس انا مرضي، مرضي جدا. انما انك تاخد دوري ابطال او حتى تنافس على الدوري الاوروبي الا قدر الله عملنا نتيجه سلبيه قدام بايرن ميونخ، حاجه مش طالبه منك. انا كل اللي طالبه منك الموسم ده انا عارف ان هو صفري، خلاص قدم لي كوره واثبت لي ان احنا ان شاء الله الموسم الجديد هنعمل حاجه، مع ان احنا نجيب صفقات سوبر، لان الفرقه دي محتاجه صفقات سوبر، لان من غير صفقات سوبر ولا هروح اي حته بعيد. تعادل النهارده مش وحش بالنسبه للعناصر اللي كانت موجوده جوه الملعب، اه تعادل النهارده مش وحش، تعادل كويس بالنسبه انك كان عندك نيكو وجافي وكان عندك عيال صغيره، احنا بنلعب بعيال صغيره. يعني حتى اللعيب اللي هو الاسطوره اللي انا بحبه اوريك جارسيا لعيبه صغيره، احنا بنلعب فرقه صغيره. فلما نتعادل مع فرقه زي بنفيكا ونلعب على ماتش كويس ويتلغي لنا جول اروخو، لا تحية لتشافي وتحية للعيبه، في شغل بيتعمل، في اداء كويس بيتعمل، النتيجه ان شاء الله كده كده هتيجي. بس زي ما كنت بتكلم ان انت ما عندكش وقت انك تقعد تشتغل، ما عندكش وقت انك تقعد تحفز، ما عندكش وقت انك تقعد تشتغل على عناصر بدنيه وتقعد تشتغل على شغل بدني ولا حاجه شغل خططي، انت كله موسم لاحم في بعضه. فانا مش طالب منك اي حاجه، مش طالب منك حاجه خالص، كل اللي انت بتقدمه بالنسبه لي انجاز. ده رايي الشخصي، لو انت ليك راي مخالف فبراحتك يا زميلي، قول رايك في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك، وفي الحالتين ممكن تشترك في القناه معلش يعني.